السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. عواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما كتمنوا ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناة، وكذلك الناس القدام الدار داركم، مرحبا بكم. غادي نشارك معكم اليوم الصابلي بريستيج، والبنات هنا غنشوفوا المكونات على بركة الله. انا البنات هنا عندي خديت اللذة الزبدة بحرارة المطبخ، البنات تكون لينة ماشي قاصحة. عندي كاسونس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، عندي جوج ساشيات ديال الفاني، عندي جوج بيضات البنات حتى هما يكونوا بحراره المطبخ. غادي نحتاج القبيصه ديال الملح، وعندي البنات الدقيق الفرص الرطب الممتاز، يعني كيكون خاص بديال الحلويات. هنا البنات غادي ناخذوا الزبده مالغارين ديالنا، ويمكن لكم البنات انكم تخدموا بالزبده اللي بغيتوا نتوما اولا اللي كتعجبكم تخدموا بها، سواء تكون زبده حيويه اولا ديال البواطه. هنا البنات غناخد كاسونس ديال سنيده غنزيدهم على على الزبده ديالي، وغادي نعجنها مزيان حتى كتدخل ليا سنيده مع الزبده وكتطلق ليا الزبده. بالنسبه للبنات هنايا كاين اللي ما كيديرش سكر سنيده في الصابلي، كاين كيدير سكر الكلاصي بودر، ولكن البنات هنا السكر سنيده كيعطي واحد القرمشه، ما كيجيش داك الصابلي هشيش ورطب بزاف، كيخليه شاد راسو. يمكن لكم انكم داك نص كاس ديال السنيده تعوضوه بنص كاس ديال السكر كلاصي. وهنا البنات زدت قبيصه ديال الملح ضروري باش كنقادو الطعم ديال الحلوه، يعني ما كتكونش حلوه وفي نفس الوقت باسله، يعني كتخلي داك المذاق يجي متساوي. غنزيد البنات كاس ديال الزيت هنايا، كما كتشوف البنات كنخدم في نفس الوقت، انا كنزيد المكونات وانا كنخدم الزبده بيدي باش كتطلق وكيدخلوا فيها دوك المكونات الاخرين اللي كنخدموا بهم. كتبقاو كتحركوا فيها حتى كتطلق لكم نتوما، مع ديجا راه يعني الحل سخون دغيا كتساعد البنات انها تطلق لكم الزبده دغيا. اي من الاحسن انكم ما ديروهاش في الثلاجه، خدموا بها بحراره المطبخ، ولو البنات الا كانت في الثلاجه حكوها في الحكاكه. هنا البنات كنزيد جوج بيضات ديالي حتى هما غادي نخدمهم مع الزبده والسكر سنيده والزيت. كنخلطوا كلشي مزيان حتى كيتخلطوا لينا المكونات كاملين. صراحه البنات والله كيجي الصابلي رائع، وحسن انكم ما تاخذوه مثلا من الزنقه، كيخرج لكم واحد الكميه اللي زعما لا باس بها. يعني انا صراحه هنايا كيلو خرجت منه جوج كيلات ديال الصابلي، يعني خرج بحال خرجت منه جوج شكال. صراحه البنات كيجي زوين والله، وتيجي عاطي العين، وفي نفس الوقت انتي دايره شي حاجه بيدك وعارفه شنو دايره. هنا البنات كنزيد جوج ساشيات ديال الفاني. يمكن لكم البنات انكم تنكهوا بالنكهه اللي بغيتوا، كاين البنات اللي يقدروا يبغيو يديروا الحامض، كاين اللي يبغيو يديروا ديك النكهه ديال البسكوي، كل واحده البنات ينكه بداكشي اللي كيعجبو. هانتوما البنات كما كتشوفوا دابا انا هنايا راه طلقات ليا الزبده، يعني ماشي كيف ما كانت في الاول. وهنا ديجا البنات الدقيق مغربل مقاد، يعني غادي نبقى ندير الدقيق بالتدريج. انا هنايا كان عندي كيلو ديال الدقيق، يعني البنات انا كيلو ما كملتوش في الحلوه، حيت كل دقيق وكيفاش البنات كيكون كاين الدقيق اللي كيكون كيشرب وكاين اللي العكس ما كيكونش كيشرب الحلوه. دونك كاين اللي غتقدروا ديروا كيلو وكاين اللي غتقدروا ما تكملوهش. هنا البنات كنبقى نجمع الصابلي بالاصابع ديال يدي، ما كندلكوهاش لان الصابلي ما كيتدلكش. البنات كتبقاو تجمعوا غير بيديكم، غير بدوك الاطراف ديال الاصابع باش ما كتجيش معجونه.
كما كتشوفوا حبيباتي هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي هانتوما، شوفوا كي كتولي العجينه ما كتجيش البنات قاصحه بزاف وما كتجيش رطبه بزاف، يعني كتقيسوها يعني كتكون عجينه ديال الصابلي ماشي قاصحه، يعني ما بين وبين يعني كتكون هي هذيك ما قاصحه ما رطبه بزاف. هنا البنات غادي ناخذ العجينه ديالي غادي نقسمها على نتوما شنو بغيتو ديروا بها، واش على جوج اولا على ثلاثه، يعني على حسب داكشي اللي بغيتو نتوما ديروا. البنات انا هنا كنت في الاول كنت غنخرج منها ثلاثه تشكيلات، وفي التالي قلت غندير غير جوج لان يعني الكميه غتكون ناقصه، غندير غير جوج تشكيلات منها وعاد نقدر ندير شي شكيل اخر ديال الحلوه. هانتوما كما كتشوفوا البنات انا هنا في الاولى قسمتها على ثلاثه، في بالي انني غندير منها ثلاثه تشكيلات. دابا غنكمل منها غنزيد نقص داك الطرف الثالث وغندير غير جوج تشكيلات منها. كتاخذوها كتلويوها بحال هكا البنات باش منين كتبغيو تطلقوها كتجيكم ساهله. هنا البنات من بعد ما حصلت على جوج كويرات ديال العجينه الصابلي غادي ناخذ سلوفان ولا شي بلاستيك البنات غذائي وغادي تلويو العجينه ديالكم وغتخليوها في الثلاجه مده ديال نص ساعه ولا ساعه الا ربع على ما كتقادوا شغلكم وكتبغيو تكملوا العجينه، باش حتى العجينه كتجي مرتاحه وكتجي يعني كتساعدكم في الخدمه البنات ما كتقطعش ليكم. هنا البنات صافي من بعد ما ساليتها غندخلها للثلاجه حتى نسالي شغلي وغادي نرجع لها باش نكمل العجينه ديال الصابلي. كما كتشوفوا حبيباتي هنا من بعد ما جبتها من الثلاجه صراحه خليتها البنات انا ساعه في الثلاجه حتى وجدت الغداء وكملت شغلي كله. هنا مور الغداء يعني غادي نكمل الحلوه نطيبها يبقى لي شغلي والوقت ديالي منظم. هنا كما كتشوفوا البنات في الاول انا درت ورق الزبده باش نطلق به العجينه، ولكن في التالي البنات ما ساعدنيش باش غادي نطلق الصابلي، في التالي درت الدقيق وطلقتها فوق البوطاجينيشان يعني فوق ما درت حتى شي حاجه، درت غير الدقيق اكتفيت غير بالدقيق وطلقت العجينه ديالي عاديه لان هنا ورق الزبده ما ساعدنيش. في يمكن لكم انكم ديروا بلاستيك غذائي ربما يساعدكم، ولكن انا ورق الزبده ما ساعدنيش البنات باش نطلق الصابلي. هنا حبيباتي من بعد ما كملت الطلق ديال الصابلي طلقتها كامله العجينه غادي تشوفوا نتوما القطاعات ديال الحلوه اللي كيعجبكم شنو اللي نتوما كترتاحوا فيهم. انا هنا خديت هاد القطاعه اللي مربعه وخديت القطاعه الاخرى اللي دايره، يعني غندير جوج شكيلات كيف ما قلت لكم في الاول. هنا البنات كنقطع، من الاحسن انكم تغطسوا القطاعه في الاول بالدقيق وتنفضوها مزيان ما يبقاش داك الدقيق فيها، يعني تساعدكم حتى في التقطاع. هانتوما البنات كما كتشوفوا يعني الشي ملي كتغطسوها في الدقيق كتجيكم سهله ما كتخسرش ليكم التقطيعه ديال الحلوه. كتاخذوا البنات شي موس يكون رقيق شويه باش ما يخسرش ليكم الحلوه ديالكم، يعني باش ملي كتهزوه كتبقى الحلوه مقاده ما كتخسرش. هانتوما البنات انا هذا هو المرسوم اللي خدمت به، تيجي على هذا الشكل البنات صراحه زوين، وحتى زعما التقطيعه كتجي ما صغيره ما كبيره ديال الصابلي، يعني مزيانه هي هذيك نيشان ماشي داك التقطيعه اللي كتجي كبيره وداك الصابلي اللي كيجي صغير.
غير اهم حاجه انكم يكون عندكم الموس الراس ديالو القوق باش ملي كتبغيو تهزو ما كتخسرش ليكم الحلوه. وفي التالي غادي نعاود نخدم بهذا المرشم هذا حتى هو غادي نوريكم كيفاش كتجي التقطيعه ديال الحلوه ديالو. هانتوما البنات حتى هو كيجي على هذا الشكل كيجي زوين صراحه ومرسم عاطي العين كيجي زوين البنات. المهم انا نكمل داك الشيء وغادي نشارك معكم بحال هكذا في الاخر النتيجه ديال الصابلي ديالي. يعني راه خرجت لي تبارك الله 3 ديال الطاوات وهذه هي الكميه اللي حصلت عليها البنات في الاخر ديال الصابلي فيه داك الداير والمربع يعني حصلت عليهم بجوج. صراحه البنات انا بغيت نشارك معكم في نفس الفيديو ديال غنشارك معكم الطريقه ديال الزين باش انا زينت الصابلي ولكن الصراحه البنات غيجيكم لا فيديو طويل. المهم انا غنخلي هذا الجزء الاول وغنحط لكم الجزء الثاني ديال الصابلي الكماله ديالو ان شاء الله.